بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة احنا يعني النهاردة يوم سعيد بالنسبة لنا ان احنا نبقى متواجدين مع المؤتمر الجميل ده اللي بيقوده بصراحة أربع أشخاص، يعني حاجة في قمة الروعة. لما تقرب منهم حضرتك نحس بالطيبة، نحس بالألفة، نحس انهم اخواتنا. الدكتور ثروة الدراز استاذنا واخونا الغالي، يعني بنبارك لهم وبنهنيهم على المستوى الجميل ده. الدكتور ايهاب والدكتورة ايمان فودة واستاذتي طبعا الدكتورة مي نصار، بنشكركم وشرف ان احنا نبقى متواجدين في المؤتمر ده وفي الصحبة الكريمة دي، اللي انا بصراحة اشعر بالشرف والفخر ان انا متواجد بينهم. طبعا استاذنا الغالي الدكتور احمد نور الدين، شرف لي ان انا اقدم حضرتك ونستفيد بعلم حضرتك في اول محاضرة على السبليمنتس ان كوفيد 19 بينيفيتس اند هازاردز. ربنا يوفق حضرتك، اتفضل. شكرا يا فندم، شكرا. يبقى ده كده ولا نسيبه ولا ايه؟ مساء الخير. طبعا يشرفني جدا، شكرا جدا على التقديم يعني الجميل قوي اللي اتمنى ان شاء الله ان اكون استحقه. بحيي طبعا اللجنه حضراتكم، وبشكر طبعا الاساتذه الدكتور ثروت والدكتور ايهاب والدكتوره مي على دعوتي ان انا اكون مع حضراتكم. يعني الحقيقه يعني كعاده الدكتور ايهاب والدكتوره مي برضو هم يعني دبسوني في موضوع، و فيعني ربنا يسهل ان شاء الله. انا بس عايز ابتدي الاول، يعني في حاجه مهمه قوي لازم نبقى واخدين بالنا منها، هو ايه الفرق بين الدراجز وبين السبلمنت. بالنسبه لاي دواء احنا بنستعمله، احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها جريدد دوز ريسبونس كيرف. الجريدد دوز ريسبونس كيرف دي هي عباره عن ان انا برسم ريليشن بين الدوز اللي انا بديها. يعني بعد اذنكم يا جماعه الصوت بس عشان نستمتع ونستفيد بالمحاضره، الصوت بس لو سمحت. يعني احنا لما بنيجي بنعمل اي ستادي على اي دواء، احنا بنبدا ان احنا نعمل حاجه اسمها جريدد دوز ريسبونس كيرف، وان انا بدي الدواء في ديفرنت دوزز وببدا ان انا اشوف الايفكت. وزي ما احنا عارفين كلكم حضراتكم طبعا ان بوصل لحد ماكسيمم افكت، فالدواء كل ما بزود الدوز فعلا بيدي افكت اعلى. يعني وده زي ما قلت بعمله ايه، في شرط مهم جدا ان انا اقدر اعمل الشغل ده، ان انا لازم ادي الدواء الون عشان اشوفه هو لوحده تاثيره هيعمل ايه، وببدا ارسم الكيرف بتاع الدواء. ففكره ان هو ان انا بدي الدواء لوحده دي حاجه نقطه مهمه جدا في الاستادي بتاعتنا. طيب هل ده اقدر اعمل له ابلكيشن على النيوترنت؟ تعالوا نشوف حضراتكم كده، انا هاخد امثله لبعض السبلمنت او بعض النيوترنت اللي هي كانت اوفر كونسيومد في الفتره اللي فاتت، في فتره اللي هي اللي لسه عايشينها اللي هي الكوفيد 19، وهتكلم على كذا نقطة منهم بس، اللي هو زي الزنك، زي الفيتامين دي، زي الفيتامين سي، زي السيلينيوم. بداية دي حضرتك اللي هي بتوضح انه الريكومندد ديلي الاونس اللي انا ممكن اديها من السيلينيوم، والابر ليميت بتاعي اللي هو المفروض لا يتعدى حاجة 20-30، ده الابر ليميت بتاع الزنك. معظم الستاديز اللي معمولة على الزنك وعلاقته بالكوفيد الحقيقه هي بتربط بين الزنك ديفيشنسي وبتربط بين الكوفيد، وكلها حاجات اقدر اقول ان هي اوبزرفيشنال. واحنا بالنسبه لنا لما في حاجه اوبزرفيشنال دي بتبقى يعني الايفيدنس بتاعها بيبقى قليل. فالبريفلنس بتاع الزنك ديفيشنسي ممكن يبقى 20%، وخصوصا في الناس اللي هم يعني في الميدل انكم كانتري زي الافريكا والاسيا. الحاجة الثانية ان كل او يعني كلينيكال تراير كلها هي ما بتاخدش الزنك لوحده، هي بتحط الستاندرد كير، بتحط التريتمنت وبيبقى الزنك معاه، وبالتالي التريتمنت ده هو يعني كل الاستادي بتكتب ستاندرد كير،
هو ما بيحددش مين الستاندرد كير ده. وبالتالي الستاندرد كير ده ممكن يشمل من اول اللي هو كل بقى الانتيبيوتيك والكورتيزون، كل الكلام ده بيبقى موجود. والحقيقه معظم الاستاديز دي كانت الريزلتس بتاعتها مش حاجه كونسيستنس، انها كلها يعني ما كانش فيه قوي كورليشن بين حتى الزنك ديفيشنسي وبين الكوفيد او السيفيريتي بتاعته. كان في ستادي هي اللي ابتدت فكره الزنك دي، ودي اول واحده ابتدت وقالت ان هو لا هو فعلا بيساعد على سرعه الديستشارج، بيساعد على ان هو بيقلل الفنتيليشن والادميشن تو الاي سي يو. دي كانت حاجه اوبزرفيشنال، ومن هنا ابتدى. واول ما ابتدت الاستادي دي ابتدى يطلع بعديها بقى ستاديز كتيره، وابتدت الناس تو اوفر كونسيومد الزنك. لكن ابسط حاجه ان في مثلا ريسنت سيستماتيك ريفيو كان بيقول ان لا هو حتى مش لاقي اي ديفرنس بين ان انا لما اضفت الزنك وبين الريسبيراتوري تراكت انفكشن. لو جينا بصينا هنا، احنا تقريبا الافريج دوز اللي كانت بتستعمل في مصر هنا تقريبا بتبقى حوالي 11 ملي جرام ثلاث مرتين لثلاثه في اليوم، يعني واصله على الاقل واصله للابر ليميت بتاع الزنك. الفيتامين دي والفيتامين دي برضو لو بصينا حضراتكم، احنا بنتكلم على اللي هو ريكومندد ديلي الاونس، وبنتكلم على الابر ليميت ده اللي هو المتاح عندنا. كان في ميتا اناليسيس برضو، كانت دي حاجه اوبزرفيشنال، وكان في اسوشيشن. بكرر تاني حضراتكم اللو فيتامين دي ليفل، معظم النيوترنت بيتكلم على اللو ليفل بتاعها. وكان في ميتا اناليسيس ابتدت تتكلم على ان الناس اللي كانت بتاخد اللي هو فيتامين دي سبلمنت، وكان ده كان الريسك بتاع انفكشن بتاع قليل، والليفل اللي هو اقل من 25 نانو مول. وطبعا هنا هنخش في ديبيت بقى، هو الليفل بتاع الفيتامين دي احنا من سنه او من سنتين ثلاثه ما حدش فينا قدر يوصل للليفل بتاع الفيتامين دي، ولحد النهارده احنا في ناس بتقول ال 25 ده افيشنت، ال 50 لا هو الافيشنت، ال 75 هو الافيشنت. فاحنا هنخش في دايلمه الفيتامين دي، والفيتامين دي لحد النهارده حاجه ما اتحلتش، وما اعتقدش انها هتتحل، انها يعني مشكله كبيره ومش محتاجين ان احنا نعمل سيرفي عشان اقدر اوصل للليفل المظبوط بتاعها. برضه كان في ترايل كبيره اتعملت، هتلاقوا حضراتكم، معلش انا اسف طبعا ان انا كل شويه هكرر في الميتا اناليسيس في الاستادي نو افكت نو ريدكشن، فهتلاقوا ان انا يعني نيجاتيف شويه، واعتقد كلمه نيجاتيف دلوقتي بقت كويسه، يعني هي اللي وحشه دلوقتي بقت بوزيتيف، لكن نيجاتيف هي اللي بقت كلمه احسن من البوزيتيف يعني. فبرضه ما فيش نو افكت، ما فيش برضه نو ريدكشن في الادميشن، نو ريدكشن في المورتاليتي، لدرجه حتى طب ما هو يعني كان في ستادي ناس 10 هوسبيتالايزد كوفيد، وده لقوا ان الليفل بتاع الفيتامين دي كان مثلا اقل من 50 او اقل من 25، وهو ما قدرش يعمل كورليشن هو مين اللي عنده ديفيشنسي ومين اللي ما عندوش ديفيشنسي يعني. فالكلينيكال ترايل مش كونسيستنت في النتائج بتاعتها. حاليا دلوقتي بلاند ان في حوالي تقريبا حاجه و20، ما اعرفش انا كنت يعني الكلام ده من يومين، ما اعرفش ممكن يكون زادوا كمان، لان الاستادي على الفيتامين دي كانت يعني شغاله كويس قوي، واللي هو بتقيس بقى بريفنشن والتريتمنت. بس السؤال هنا بقى هو البريفنشن، انا ممكن استعمل فيتامين دي لوحده، لكن هنا في التريتمنت هل ايثيكالي ان انا استعمل فيتامين دي لوحده اما يجي لي عيان عنده كوفيد 19؟ وبالتالي هخش في بايس، هو مين اللي ليه الدور في ان هو حسن العيان؟ طبعا هنا الدوز مختلفه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، ان في ديفرنت دوزز هتتجرب في كل الاستاديز اللي معموله دي، بدايه من دوز اللي هو 25 مايكروجرام اب تو ان هو ممكن هيديها كل شهر او كل اسبوع. فدي كلها اون جوينج استاديز، احنا لسه مستنيين نتائجها، ويعني هنشوف النتائج اللي هتطلع شكلها ايه. بالنسبه للفيتامين سي برضو، لو اتكلمت على الريكومندد ديلي الاونس بتاعها، واتكلمت على الابر ليميت، الابر ليميت احنا بنتكلم في 2000، ده الابر ليميت، لان دلوقتي هيبقى في عندي مفاجاه لحضراتكم على الفيتامين سي بالذات. معظم الاستاديز هي بتتكلم على الفيتامين دي في الفيرال انفكشن، في الريسبيراتوري تراكت انفكشن، ده الافيلبل لحد دلوقتي عندنا. انما الحقيقه برضو يعني كل النتائج فيها كونفليكت عالي جدا،
ممكن تكون في بعض الستاديز بتقول ان هي ممكن قللت الديوريشن اوف سيمتومز، لكن برضو مش حاجه كونسيستنت. نفس النتائج دي عندي مش كونسيستنت. الدوز اللي كانت بتستعمل كانت بتبدا من 200 ملي جرام وبيعلي عن كده كمان، فهي بدايه الدوز كانت 200 ملي جرام، لدرجه ان برضو معظم الترايلز مش مطلعه ايفيدنس ان في انها ممكن تقلل السيفيريتي بتاعه الانفكشن. برضو الكوكرين كانت عامله ميتا اناليسيز على الريسبيراتوري تراكت انفكشن بالنسبه للفيتامين سي، والحقيقه برضو ان الفيتامين سي كان وصل لحد من 125 ل 2000، يعني وصل للابر ليميت. كل النتائج بتاعتها كلها فيري بور لو كواليتي، فمش قادر برضو ان انا استنتج من الفيتامين سي او الاستادي دي اقدر استنتج هل الفيتامين سي هيبقى له دور فعلا في الكوفيد ولا لا. الحقيقه بقى، ودي المفاجاه في الفيتامين سي، وانا بالنسبه لي كانت مفاجاه، ان في اون جوينج ريسيرش بيتعمل على حاجه اسمها هاي دوز انترا فينس فيتامين سي، ودي كذا ستادي مش ستادي واحده. هي بتبدا زي ما حضراتكم كده شايفين، هي بتبدا من سنجل ديلي بولس انجكشن من 10 ل 20 جرام فيتامين سي، وممكن توصل الى اكتر من ان هي حتى مثلا 66 جرام بير داي اوفر 3 تو 8 دايز. دي ستاديز انا الحقيقه حاولت ادور عليها واشوف يعني ايه الراشونال بتاعهم او كده، مش ما لقيتش حاجه اقدر ان انا اقدمها واقول ان هي فعلا ليها راشونال. بس هكرر تاني ان الدوز اللي حضراتكم شايفينها دي هي هتتجرب في عادي، ان هو النورمال البيشنت اللي احنا بنتكلم على اللي هو افريج 70 كيلو جرام. حضراتكم شايفين طبعا ان الدوز دي تقريبا هي ممكن تتراوح من 150 ل 730 عن الريكومندد ديلي دوز، واب تو ان هي توصل ل 33 ضعف الابر ليميت بتاعها. الاستادي دي مبنيه على ايه؟ انا بصراحه ما قدرتش اوصل يعني لحاجه، ما عرفتش هل هو معتمد على الفيتامين سي كانتي اوكسيدنت ولا هو كبرو اوكسيدنت في الدوز العاليه دي. فالحقيقه يعني الترايل دي هتبقى فيها كويشن مارك عالي قوي. انا بالنسبه لي طبعا هيبقى الفيتامين سي ده في حاجه مهمه جدا، اما هدي الميجا دوز فيتامين سي اكيد هيبقى في مشكله في البي اتش بتاعت البلد، ودي ممكن تأثر طبعا عليها. اكيد هيبقى في مشكلة في الدراج انتر اكشن ده كده، يعني هو لو هيستعمله لوحده لو هيدي معاه اي دواء تاني لازم تتشك ان هل في دراج انتر اكشن ولا مفيش، لان كده البي اتش دي هتغير في البنتريشن بتاع اي دواء تاني ممكن يستعمله المريض مع الفيتامين سي. بالنسبه طبعا للسيلينيوم، السيلينيوم يعني هما مش معلوش ستاديز كتيره قوي، بس هو السيلينيوم الى حد ما بيعتبروه حاجه مع الفيتامين اي، فهما الاثنين بيعتبروا مع بعض كانتي اوكسيدنت مع بعض. برضو الفكره في السيلينيوم والفيتامين اي الكورليشن كله بيتم بين الديفيشنسي وبين الفيرال انفكشن. هل في ايفيدنس فعلا على ان الناس اللي هديها فيتامين اي او هديها سيلينيوم هل ده بيحسن؟ برضو الايفيدنس كلها ضعيفه، تتراوح من ان هي يا اما حاجه اوريدي في بنفيت بسيط جدا، اب تو ان في بعض الاستاديز مطلعه لا ده في ريسك من ان انا استعمل الفيتامين اي. طيب تعالوا نرجع لاول سلايد اللي احنا قلت عليها، ابتديت عليها وقلت لحضراتكم انا علشان اقدر اطلع بإيفيدنس في اي دواء واقدر اقول الدوز، يعني انا النهاردة لما اجي اقول انا حدي مثلا دوز من الزنك ادي دوز قد ايه، هو انا المفروض اعالج الديفيشنسي ولا ادي دوز؟ طب السؤال المهم قوي، هو انا لو عليت بالدوز هل الافكت هيزيد؟ المشكلة هتواجهنا هنا. طب انا اقدر اطبق بقى الدوز ريسبونس ده مع النيوترينت؟ اول مشكله انا ما عنديش حاجه اسمها دراج ديفيشنسي، لكن عندي حاجه اسمها نيوترينت ديفيشنسي، ومعظم الاستاديز بتربط بين النيوترينت ديفيشنسي وبين السيفيريتي او الادميشن للهوسبيتال او الادميشن للاي سي يو. فدي نقطه مهمه جدا في كل الاستاديز او معظم الاستاديز اللي معموله.
فالديفيشنسي دي انا السؤال بقى، انا هصلح الديفيشنسي، طب بعد ما صلحه هل لو عليت بالدوز هل ده هيديني افكت اكتر؟ ده سؤال مهم. وبالتالي انا مش هقدر اعمل الاستادي دي. ابسط حاجه، انا عشان اطلع بسوليد ايفيدنس محتاج اجرب النيوترون ده لوحده، لان ما ينفعش هبقى معايا كذا فاريبل واجي اقول ان النيوترون ده، انا عارف ان حضراتكم هتقولوا احنا ممكن ان احنا نعمل نثبت الدراجز اللي نستعملها، بس هيبقى في فاكتور تاني مهم قوي اللي هو فكره السيفيريتي بتاعه المرض نفسه. وبالتالي انا مش هقدر اطلع بالسوليد ايفيدنس دي. ايثيكالي كمان مش هقدر ان انا اجرب النيوترنت لوحده في مرضى. يمكن بريفنشن يمكن اقدر اعملها، لكن مش هقدر اعملها في عيان فعلا اوريدي عنده المرض ده. وبالتالي انا في عندي ليميتيشن عشان اقدر اوصل الى الايفيدنس دي. الليميتيشن دي طبعا نمره واحد، هو سؤال انا بساله لحضراتكم، هل الهاي دوز دي هيبقى لها يعني افكت اعلى من ان انا لو صلحت الديفيشنسي؟ انا شخصيا مش ما لقيتش اجابه للكلام، فما اعرفش هل حضراتكم في حد عنده اجابه يعني ممكن يرد عليا بيها؟ ما اعرفش، لان دي مش هقدر اعمل الاستادي دي، دي استادي صعبه قوي ان انا اعملها في المريض. طيب حاليا دلوقتي في رش من الريسيرش بيتعمل على النيوترنت، ويجي هنا السؤال، انا عندي رش من الريسيرش، طب هل الايفيدنس بتاعته هتبقى قويه؟ الاجابه غالبا لا، مش متوقع انها تبقى قويه. هرجع لنفس الاسباب تاني، هي نفس الفكره، ان انا ايثيكالي ما اقدرش اعالج مريض فقط ان انا اديله مثلا فيتامين دي. عيان عنده نمونيا مش هينفع اديله فيتامين دي واسكت. عيان عنده مثلا سيفير جي اي تي ديستربنس، في سيفير دايريا، ما اقدرش ان انا هديله مثلا فيتامين سي او هديله زنك وهقول ان انا هعالج. وبالتالي انا مش متوقع قوي ان الايفيدنس هتبقى عاليه من الاستاديز اللي هي موجوده دي. لحد النهارده انا ما عنديش اي سبورت لان انا ادي على الاقل ادي الهاي دوز. اللي احنا متفقين عليه، خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، ان انا اصلح الديفيشنسي. طبعا، لان النيوترنت دي بيبقى لها دور في المناعه والكلام ده، لكن هل لو انا زودت الدوز بقى واستعمل ميجا دوز والدوزز الكبيره اللي احنا عمالين نشوفها دي، حد فينا يقدر يقول ان هو عنده ايفيدنس بتقول ان الهاي دوز دي هيبقى لها دور؟ كلها هتبقى ايفيدنس ضعيفة جدا جدا، لان انا مش هقدر اعتمد عليها. وبالتالي يعني انا لو رأيي الشخصي انا اصلح الديفيشنسي، لكن فكرة ان انا اوصل بقى للأبر ليميت، وحاليا دلوقتي الناس بتعدي الأبر ليميت في الدوز بتاعت النيوترنت، وبالتالي انا مش متوقع ان هي تديني ايفيدنس لحد ان انا اوصل ان انا اقول لا احنا ممكن نعالج ان انا ادي مثلا هاي دوز من النيوترنت دي. بشكر حضراتكم. Nothing can be comparable to good health. شكرا لحضراتكم.